انا ما تصورتش ان تل ابيب قريبه من يافا قوي كده. يا ترى احساسك ايه وانت بتدخل تل ابيب لاول مره؟ احساس اللي قطع مشوار طويل جدا وشاق جدا ومتعب جدا، وفي الوقت اللي ظن فيه انه وصل لنهايه الطريق اكتشف انه بالكاد بياخدوا خطوته الاولى فيه. ادون سامحوني، يحب يحجز اوضه ولا جناح؟ اعتقد ان اوضه واحده كفايه، لاني مش ناوي اقعد هنا مده طويله، مش كده ادون يعقوب؟ تمام ادون سامحوني، هو كده بالظبط. ارجو اني ما انتظرش كتير لحد ما الاقي البيت المناسب. يتدبر ادون سامحوني، كل شيء يتدبر. لحد هنا ما اعتقدش اني استحق منك كل الكرم والترحيب ده ادون يعقوب. انا طلعت معاك عشان اطمن ان الاوضه عجبتك ادون سامحوني. اتفضل. شكرا ليه يا واحد. شكرا. شكرا. أعتقد إن الغرفة مناسبة تماما. متهيألي إنك محتاج تستريح بقية اليوم أدون سامحوني. في الحقيقة أنا محتاج استريح أيام طويلة جدا. يا ترى أقدر أمر عليك الساعة 9:30 الصبح؟ يا ترى في حاجة تستدعي يعني تعبك ده؟ في اللي عايز يشوفك بكرة الصبح أدون سامحوني. أوكي. بكرة الساعة 9:30. يوم سعيد أدون سامحوني. شالوم. شالوم. We'll be right back.
وايه المغير من ايه بالظبط؟ انا قلت لك لاحظ انهم مهتمين بيه في تل ابيب بشكل خاص. لانك ما بتحبش تقعد مع حد، ما بتحبش تصاحب حد. إلا انت ليه ما بتحبش تقعد مع الناس؟ انت عارف ان المجتمع زي مجتمع تل ابيب لسه صغير ومحدود، مفيش اكتر من الاخبار بتنتشر. انا دايما صبحان.